السادس من أركان الإيمان. وششومي ركن جاء إيمان ركنا. الإيمان بالقضاء والقدر. إيمان أرق الله رب العالمين تقدير سرا. له مراتب أربعة. وآهي چار مرتبة. المرتبة الأولى. أولي مرتبة. العلم أن نؤمن أن الله علم كل شيء. ما إيجي زرا إيمانك إيمان أرق الله رب العالمين درست إن جزان زانت. المرتبة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. ودهمي ركن يا مرتبة أهمشين كما إيمان بيارك الله رب العالمين قلم حكم داتك هر چيزي كي تقدير وقدرات وتقدير هستا أهم بليك تانك قيامة روت قائم بي. المرتبة الثالثة المشيئة أن العبد لا يمكن أن يفعل شيئا في ملك الله إلا بمشيئة الله. أنت تقول أريد بعض الدرس مثلا أذهب إلى السوق، شاء الله تذهب تذهب. وسامي مرتبة همشنت كي بندا هيك يك شيء جا وتي طرفا الله رب العالمين ملكيته ككوت نكنت كأجا وتي طرفا بكنت تانك الله رب العالمين هي ملوتي. مثلا أذا من لوتا يك درسي من جاگه هي بديا يك جاگه من برو يك بيغامي سر بكنا ما هي كوت نكنا هما واتك الله رب العالمين من آي ملوتي تاي مشيت قوم بي. المرتبة الرابعة والأخيرة. وشارمي مرتبة وآخري مرتبة. العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة مثل العباد. نعم. بندى جند وات جور كتجيني مخلوقي وأي هرت كارك بندى كنا أكارهم مخلوقا. ماذا أصنع أنا؟ ما شيء بك أنا؟ أؤمن بهذه المراتب الأربعة. ما بس هذا ضروري إنكما إيمان بارين إشاري مرتبة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن أكون من أهل الجنة ولا أكون من أهل النار. وما دعاء كان دعاء بك أنا الله رب العالمين كما شيء أهل الجنة بما شيء أهل جهنم ما بان. وأسير في هذا الطريق بالصلاة بالتقوى بالاستقامة. وفدا هم الجنة راح توكك من روان بعدين النماذج قم زكاة قم هم تزما. ولا أسير في طريق أهل النار. وفدا ما مروان جهنم راح طريقة. أحسن الظن في الله بأن الله اختارني بأن أكون من أهل الجنة والله أعلم. وما هم شرين قمان دارك الله رب العالمين همي تشيز لوتتك مانتي أهل الجنة تاببان.